أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا يسأل ويقول: إذا أراد الشخص أن يحسن من قراءته لقراءة القرآن الكريم، فهل له أن يتابع شيخا واحدا أم يأخذ هذا من عدة قراء؟ يعني قصد تقليد الصوت. نعم، تعلم يتعلم ولو من عدة قراء تعلم، أما الصوت فالتقليد غير مستحسن. هو يجتهد بتحسين صوته بدون أن يقلد أصوات الناس، يجتهد في هذا ولا يقلد في صوته أحدا. نعم.